حياكم الله متابعي مسك أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير في حلقتنا الثانية من برنامجكم معكم في رمضان. هذا البرنامج اللي رح يرافقكم طيلة أيام شهر رمضان الكريم من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة على مدار ساعة كاملة من الوقت، من الساعة 11:30 وحتى الساعة 12:30، لنحكي ونناقش ونتناقش أيضا بمواضيع بتهم الصائم، بتفيده بتفاصيل حياته اليومية. أكيد رح نستضيف عدد من الشخصيات والخبراء، الأطباء والباحثين والأخصائيين، ليتم تداول معهم أبرز النقاط الخاصة بمواضيع حلقتنا، وأيضا المقسمة بين جانبين الطبي والصحي والجانب النفسي والاجتماعي. وما بننسى أنه فيكم تتواصلوا معنا عبر الأرقام يلي رح تظهر تباعا على الشاشة، أو حتى تشاركونا بتعليقاتكم بصفحتنا ببث المباشر على الفيسبوك واليوتيوب. سؤالنا التفاعلي لليوم هو: ما هي فوائد الصيام على أجسامنا برأيكم؟ أما هلأ فخلوني أخبركم عن ضيوف حلقتنا. بالقسم الأول حيكون معنا الأستاذة رام الناصر، وهي أخصائية تغذية معتمدة، رح تحكي لنا عن فوائد الصيام بالنسبة للجسم. أما بالقسم الثاني من حلقتنا فرح نحكي فيها عن التحديات اللي ممكن أنه تواجه الصائم، وكيف يمكن أنه نشجع أطفالنا على الصيام مع الأستاذة إيمان الرفاعي. أما هلأ رح نبدأ بفقرتنا الطبية، وحديثنا رح يكون حول فوائد الصيام على الجسم. حنروح لنتابع التقرير ومنرجع لنبدا فقرتنا، خليكم معنا. يصوم العديد من الاشخاص في جميع انحاء العالم لاسباب دينيه وثقافيه، لكن هناك اخرون يعتمدون الصيام كونه يحمل فوائد صحيه مثبته علميا. تشير بعض الابحاث الى ان الصيام المتقطع، وهو الامتناع عن تناول الطعام لساعات معينه خلال اليوم الواحد او لايام معينه خلال الاسبوع، قد يكون أكثر فائدة من الأنظمة الغذائية الأخرى في تقليل الالتهابات وتحسين الحالات المرتبطة بها. كما يقوم الصيام بتحسين نسبة السكر في الدم وإصلاح الخلايا التالفة. وقد افتتحت الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية مراكز طبية تعتمد الصيام أسلوبا لعلاج الأمراض المختلفة. إلا أن هذه الفوائد مرتبطة بطبيعة عاداتنا الغذائية عند الإفطار والسحور، كما أن للصيام فوائد على الصحة النفسية خصوصا، حيث يعمل على تهذيب النفس وتهدئتها، وله قدرة فائقة على علاج الاضطرابات النفسية القوية مثل التوتر والإحباط والقلق والضغط العصبي. وللتعرف على مزيد من فوائد الصيام على أجسامنا صحيا وغذائيا، تابعوا معنا فقرتنا الطبية. أكيد رجعنا لكم عن جديد متابعينا بفقرتنا، بشكل أو بآخر رح نحكي فيها اليوم عن فوائد الصيام على أجسامنا. مثل ما سمعنا بالتقرير، هناك العديد من الفوائد الصحية التي تنعكس بشكل مباشر على أجسامنا، وأيضا هناك العديد من الفوائد النفسية والاجتماعية والروحية إذا صح التعبير. رح نتعرف اليوم بالشق الأول من موضوعنا، وهي الفوائد الصحية للصيام على أجسامنا. رح يكون معنا الأستاذة راما الناصر، وهي أخصائية تغذية معتمدة. بدي رحب بالأستاذة راما. يسعد صباحك أستاذة راما، كل عام وأنت بألف خير. كل عام أنت بألف خير، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. كيف رمضان معاكي؟ تمام الحمد لله. انت كيف الصيام؟ انا امبارح صراحه تعذبت كثير. هو اول يوم عاده بيكون صعب، بس هذا الشيء بيعتمد على فكره قبل الصيام. صحيح صحيح. طيب استاذه راما، خلينا هيك نبلش يومنا الثاني من الصيام بمعلومات ونصائح، وبالفعل نركز اكثر على فوائد الصيام بشكل دقيق على الجسم. هل بالفعل الصيام يقوم بتنظيف الجسم من السموم، أم هي مجرد أقاويل وليس هناك ما يثبت هذا الكلام بشكل دراسات وأبحاث؟ هل الصيام عن جد ينظف السموم الجسم؟ هذا الشيء يعتمد على الوجبة اللي حتجي بعد الإفطار. جميل. يعني وقت الإفطار حسب الوجبة اللي أخذناها، إذا كانت وجبة عالية بالسكريات، عالية بدهون، حسب كيف الوجبة يعتمد. خلنا نحكي أول شيء بشكل عام على الطبيعة البشرية أو على الفترة اللي عملها بجسمنا. لو شفتي هلأ السنة الماضية كانت كتير صعبة، كان في نسب كورونا كتير عالية. في هالفترة كتير في عندي المراجعين لقوا خسروا كميات كبيرة من الوزن. صحيح. خسرت 15 كيلو. شو السبب؟ السبب إنه جسم بطبيعته إنه بيخسر أو بيوقف عن الأكل لما بيحس حاله مريض أو لما بيحس حاله تعبان. ليش؟ لفترة
التعافي او الشفاء. بدها تعافي حاله جسمها، بدها تقوي المناعه، بدها تشتغل المناعه، بدها تعافي حالها، مين بيوقف باقي الوظائف بحاول يخفف على الجهاز الهضمي. نعم بالضبط. بهي الحاله تفضلي. بالضبط بهي الحاله الجهاز الهضمي نحن بشهر رمضان المفروض يكون واقف، يكفي نكون نحن عم نعمل استشفاء لجسمنا بطريقه الصيام بشهر رمضان. نعم. بس في كثير اشخاص بتلاقيها استاذه هلا بشهر رمضان بتقضيه كله عباره عن نوم، ممكن يكون او بضلوا قاعدين حاولين ما يتحركوا زياده، ما يعملوا جهد، ما يعملوا شيء، قاعدين فعلا عم يتهربوا من الامور الشاقه او حتى من الضغوط او حتى من تفاصيل حياتنا اليوميه اللي كنا نمارسها، خوفا من انه يتعرضوا للاجهاد او التعب او العطش وربما الجوع. بتلاقي اجى وقت الافطار واجى الهجوم الكبير على الوليمه. تماما. بنكون نحن بدنا عم نساعد نخفف الضغط على الاعضاء الداخليه لجسمنا، صار عنا ضغط اعلى بعد فتره الصيام. طيب استاذه راما، هلا نحن بكونه ممكن انت مثل ما قلتي بالفعل هو الصيام لمرحله مهمه عم يقوم بالفعل من تنظيف الجسم من السموم وتطهيره من هيكل المشاكل، لكن ما بعد مرحله الافطار وتاثيرها الضار ممكن على الجسم، انت كيف ممكن تشرحي لنا اكثر هي العمليه وابعادها ربما؟ يعني نحن كيف ممكن نضبط هذا الموضوع بحيث انه لا نضل محافظين على سلامه صيامنا والوصول لنتائج يعني مفيده. صح الحق معك استاذه. هل في عندنا موضوع انه نحن بنكون صايمين لفتره طويله، ممكن يكون من بعد ما فقنا حوالي من بعد ما فقنا في 10 ساعات 12 ساعه 16 ساعه يعتمد على البلد. صحيح. هي الفتره بيكون الجسم بحاله مثل خمول، خمول زيتي، خمول عضلي، وبيكون بحسب الحركه اللي عم تعمل بيكون استهلكنا الجلايكوجين اللي جوا العضل. بحال حاله نحن اول ما بصير عندنا فتره الافطار نحن بحاجه نعوض هذا الجلايكوجين او السكر اللي بداخل العضله اللي نحن خسرناه ليجي يعمل لنا نشاط للدماغ ونشاط للعضل اللي بنفسها. لما بيبدا الصيام في بحب دائما بنصح او حتى كنت معروف يعني بنيتنا انه نبلش في التمر. ليش لازم نبلش في التمر كشيء اولي؟ اول التمر فيه سكر عادي وسكر كمان. هذا السكر بيكون سريع الامتصاص خصوصي اذا كان على معده فاضيه. بيفوت على الجسم بيرجع بيعطي النشاط بروح الخمول الذهني والخمول العضلي. حلو. بس في نقطه كثير بنتبه على كثير عالم بصيروا وقت بياخذوا على الافطار الكميه التمر كميات عاليه. بالفعل. يعني كل واحد بياخذ حبه ثلاثه. اذا هو العيار لازم بين حبه لثلاث حبات. هو يعتمد على جهد الشخص وحجمه ووزنه واخر شيء الجهد اللي عم يعمله بعد ال جميل. اذا قاعد نعم جهد لا يفضل من واحد لثلاثه مو اكثر من هيك، بيعتمد طبعا على حجم فائض الشخص. ايوه جميل. شو بصير الكميه؟ هلا اذا اخذنا كميه صحيحه حتكون مفيده للجسم مثل ما ذكرنا. طبعا التمر فيه مغنيسيوم، حديد، سريع الامتصاص، بتخف الورم، بنشط الجسم، بيعطيكي في سعراته الحراريه قليله 23 سعره حراريه تقريبا، شفت بيعطيك تقريبا 100 ل 150 سعره حراريه بيكون ممتاز للجسم. حلو. وطبعا ما ننسى بنلوي جسمنا ونعطي المي اللي نحن بحاجتها اللي كانت الغشام ما نتعرض للجفاف او يلي المي اللي خسرناها خلال الحركه اللي كانت بوقت الصيام. في كمية معينة للمي ممكن نشربها إذا نعيرها مثلا كوب مثلا أنينة باللتر، ممكن تنصحي فيهم حتى المشاهدين أو الصائمين هلا؟ كمان أنا بنصح نحن بنصوم المفروض يكون في علاقة تفاهم بين الشخص وجسمه، معناته لما أنا بكون بصوم أعرف إنه لازم أشرب. طبعا بيعتمد شرب المي على المجهود على الروتين على حجم الشخص، بس ما بيقل عن الكمية أبدا. حلو. كثير استاذه هلا بيسالوني سؤال، طب نحن كيف بدنا نلحق نشرب كل هالمي بهذا تماماً. الوقت؟
تماما. هو بالفعل هذا سؤالنا يلي اصلا نحن رح نسالك يا استاذه رامي، ما رح نتركك يعني اكيد بدون ما نعرف انه مطالب الجسم بكميات من المياه، وخاصه في الفتره القصيره بين الافطار والسحور، هي نقطه. النقطه الثانيه انه نحن الكميات مثل ما قلتي ممكن تكون كبيره، كيف بدهم يشربها؟ والنقطه الاهم من هيك انه هل بالفعل هي هلا المي عم تسد حاجه الشخص خلال صيامه لتاني نهار؟ تمام. هلا اول شيء المي نحن لازم نرطب الجسم، الجسم بيحفظ مي، بيخزن المي طبعا. حلو. بيخزن المي بس بيعتمد كمان على موضوع الوجبه السحور رح يخزن المي. خلينا نرجع على كيفيه المي، لازم نتقسمها خلال فتره الافطار، من فتره الافطار لفتره السحور نضل عم نشرب مي. اما هي هبه المي قبل الافطار قبل السحور فورا او قبل الاذان والمساك ولا فورا شربت المي بعد الافطار، هي لحالها ما بتضل. نعم 100%. إذا النصائح أنه هي يتم توزيع شرب المياه على فترات طوال فترة بين السحور، بين الإفطار والسحور. بالضبط. وغير هيك كمان لما نجي نشرب شوربة نعم. بعد الإفطار، هذا الشيء جدا مفيد كمان بيرمينا بالمي، لأنه نحن ما لنا موجود بالمية الشرب، كان موجودة بالخضار، بالفواكه، باللحمة، بالدجاج، كلها فيها نسبة من الماء. نعم. كمية نحن كمية منيحة من الخضار على فترة الإفطار كمان كثير مفيدة، وبتساعدنا على تروية الجسم، وكمان بتساعدنا مع يعني مشكلة كثير كبيرة بيعانوها الأشخاص عادة بشهر رمضان الفضيل، هي مشكلة الإمساك. تماما. هو هلا بتبلش تظهر أعراضها مباشرة بعد ثاني نهار من الصيام. الحل طبعا هو بهالشكل: التمر، الشوربة، شرب المي، والتخفيف من السكريات. هي الحبيبة الجماهير، هي دائما اللي لازم تكون مرافقة إلى ما بعد وجبة الإفطار، هي اللي بالسهرة يعني لازم تكون في وجبة دسمة من الحلويات. وهي أنت عم هون عم تشيري أستاذة راما أنه لازم نحن بالفعل نضبط هذا الموضوع، يعني حجم السكريات قديش ممكن يكون عم يأذي صيامنا وعم يأذي أجسامنا بنفس الوقت. صحيح. دقيقة نكون واقعيين، الحلويات اللي بشهر رمضان جدا طيبة، كلياتنا ملح. صحيح والله. بس وطيبة ما فينا نقول لا، بالعكس يعني أنا بنصح المشتركة اللي عندي بتشتهيها مشان تقدروا تمارسوا بشكل رمضان بشكل صحيح مع العيلة، بس روحوا وكلوا حلو بس نعرف كيف والكمية، هذا الشيء موضوع جدا. جميل جميل. إذا الموضوع دائما التركيز بشكل أو بآخر بشكل دائم بكل شيء نحن بناخده، من سواء كان من مشروبات أو مأكولات، على الكمية وتوزيع هي الشيء اللي عم ناكله على فترات حتى ما يكون ثقيل على معدتنا بمفهومنا البسيط. طيب أستاذة راما، إذا ننتقل لمحور ثاني، هل هناك عادات معينة صحية خاطئة بالفعل نحن بنمارسها وبتدعي انت الصائمين لانه عن جد يبطلوا القيام فيها؟ صح، كثير حلو. مثل ما قلت لك اول شيء عادة استاذ، هل عندنا هذا المعروف وقت التمر؟ التمر بناكل منه كميات كبيرة بس بننسى انه التمر هو اخر شيء. السكر طبيعي طبعا، عادي وثنائي، ولكن السكر الكميات الكبيرة منه خصوصي بعد ما الواحد بخلص بالإفطار وبيحط مثل التمر وبيبلش ياكل منه كل شوي رايح وما عم ياكل التمر، هذا السكريات وسوء خاطئ أو من العادات الخاطئة اللي نحن بنمارسها بشهر رمضان. نعم. موضوع ثاني العصائر مو رمضانية فقط، نحن بنعرف مثل الفين والأسوس، حتى العصائر الطبيعية ما بنصح أبدا فيها الوقت الافطار، بالعكس من العادات الخاطئه جدا، نحن ما لنا بحاجه من الكميه الكبيره من السكر وقت الافطار، خصوصي انه كان عندنا نسبه الانسولين هو الهرمون اللي بدخل السكر لجوا الخليه كثير قليل. صحيح. معناتها لما نحن بنجي ناخذ كميات كثير عاليه سكر، كيف بده يلحق البنكرياس يكون فيه الوظائف ولكل هذا الشغل؟ هي على فكرة هي نصيحة يعني خطيرة للغاية، وبالفعل أنا بدي أتشكرك أنك أنت سلطتي الضوء عليها، وهي موضوع أنه نحن من يعني نحن بنتفنن صراحة بأنواع وأصناف المشروبات اللي بنحطها على الطاولة بمائدة الإفطار. بتنصحي أنه نحطها مثلا بالفترة هي اللي ما بين الفطور والسحور ممكن نشربون؟
بشكل عام العصائر مره صحيه، اذا شخص نعم. اشتهى يوم ليوم فتره فتره ما لا مشكله، بالعكس مهم. ممكن، بس نعتمد انه نحن الكميه اللي عم ناخذها ما فينا ابدا نستبدل المي. هذا امر كله مهم. مستحيل ان نستبدل المي، واذا الشخص اشتهى فتره فتره بيعتمد على حالته الصحيه، معه السكري طبعا، معه الانسولين الحالي عم بيعاني منه، هون نحن بنعرف قديش الكميه لازم ياخذها، ما بتتعدى تقريبا 200 كاسات صغار، مش مثل الكبار مثلا، نعم كاسه صغيره اللي بتقدر ممكن تاخذ منها كل كم يوم، ما عندها قدر على الصبر. جميل جميل. أستاذة راما، أنا بدي تضلي معنا، بس نحن لازم نطلع لفاصل إعلاني قصير، وبنرجع أكيد بعده لنتابع بأهم النقاط أو النصائح الجوهرية اللي حتقدميناهم. خليكم معنا متابعينا، فاصل قصير وبنرجع بعده لنتابع، خليكم معنا. نختتم معكم عام 2020، وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بحيوية ونشاط، واستفد من عروض علاجك الطبية لعمليات علاج السمنة في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا، نحن علاجك. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. نختتم معكم عام 2020، وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بابتسامة جميلة، واستفد من عروض علاجك الطبية لزراعة الأسنان وعلاجها في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا، نحن علاجك. انتي اطعمني ومولادي، أشكر جوا أخواتي، من يوم ولدنا وأنتي معنا، مهما الدنيا غربتنا، أنتي رفيقة عمري ودربي. هل تفكر بجهة موثوقة تستلم عنك أعباء المعاملات في تركيا؟ شركة غرس الاستشارية تقدم لك خدماتها الاحترافية، نخبة من أمهر الاستشاريين والخبراء في كافة المجالات بخبرة تمتد لسنوات.
ننجز كافة أنواع معاملات الإقامة في تركيا وندعمك في تأسيس شركتك وإطلاق نشاطك التجاري بوقت قياسي. وإن كنت تود الحصول على تأمين صحي في تركيا بأفضل الشروط أو ترغب بإتمام معاملتك للجنسية التركية مقابل عقار أو استثمار، غرس الاستشارية في خدمتك. محاسبة قانونية، خدمات الترجمة المحلفة، استخراج أذون العمل وغير ذلك من الخدمات القانونية. شركة غرس الاستشارية، وجدنا لخدمتكم. عودة عن جديد متابعينا ببرنامجنا وبرنامجكم أكيد معكم في رمضان. كنا عم نحكي مع الأستاذة راما الناصر أخصائية التغذية المعتمدة حول موضوع فوائد الصيام على أجسامنا. أستاذة راما معي أنت أكيد. أستاذة راما، يا اهلا يا اهلا، مرحبا. الله يسعد لي قلبك استاذه راما. نحن حابين نتابع وعن جد نكسب وقت مع حضرتك باكبر قدر ممكن. في سؤالين عم يخطروا على بالي، وهو موضوع الصيام وعلاقته بممارسه الرياضه. كثير من الاشخاص متعودين يمارسوا انواع معينه من الرياضات. شو بتنصحيهم لهدول الاشخاص يلي متعودين انه يلعبوا رياضه، مثلا يروحوا على النوادي او يمشوا لساعات معينه؟ نعطيهم نصائح بهذا الخصوص. استاذي هلا، هذا من اجمل الاسئله ممكن تنسال، وطبعا كمان من اكثر الاسئله اللي بتنسال. حتى في مخاوف كثير بيلاقوها الاشخاص انه يلعب رياضه او يتحرك اثناء الصيام. بس بحب احكي لكم انه اثبت كثير دراسات عالميه انه ما في خوف من هذا الموضوع، بالعكس. بس في عنا موضوع واحد، هو ما يكون جهد عضلي زياده عن اللزوم. يعني انت عاده ما بتحمل اوزان بهالشكل، تفكر انك انت بتعاني من الاوزان اللي بتاخذها بهي الفتره، او انت ما بتركض لهالفترات الطويله وتقرر انك تعمل هذا الشيء. وقت الصيام هذا الشيء يعتبر من هذا الغلط. اما غير هيك بالعكس، الصيام جدا مفيد. بالعكس اللي بيصير بهون بالجسم انه نحن مثل ما قلنا على قبل، هي الجلايكوجين يعني العضلي اللي بيبدأ بيستهلكه كوقت الصيام، وبيصير من نتحرك أكثر، بنبدأ نخسر من الدهون فورا، خصوصي إذا كان قبل فترة الإفطار. عشان هيك الرياضة جدا مفيدة للدورة الدموية لصحة الجسم. بس نحاول ما نضغط على حالنا زيادة عن اللزوم. هون بيجي السؤال اللي كثير بنسأله، إنه إمتى نلعب رياضة؟ إمتى نمارس الرياضة؟ صحيح. في أوقات في رمضان في عنا، أنا دائما بحكي في عنا أربعة أوقات مختلفة بنقدر نمارس فيها رياضة. أول وقت هو قبل الإفطار مباشرة، إذا كان الشخص عنده قوام أنسولين، إذا كان بيحاول ينقص من وزنه، إذا كان عم بيحاول يعطي طاقة لجسمه أكثر، ممكن إنه يكون فورا تمرينه قبل الإفطار. بهي الحالة ممكن تطلع تمشي، في نساء تمشي بهالوقت، في شباب ممكن يطلعوا كارديو او ممكن يحملوا اوزان ما تكون خفيفه، تقلك مثلا خفيفه بالضبط. طيب استاذه راما، بتقصدي انه قبل الافطار يعني مثلا بساعه بساعتين، المده ممكن امتى لازم تكون؟ امتى يعني مسموح؟ نخلص فورا التمرين من هون فورا نفوت على الاكل، يعني فورا. جميل، على السريع دغري، يعني من الرياضه للاكل مباشره. بالضبط، يعني عم بتحضر الاكل، خلصت تحضير الافطار، بتقوم تلعب رياضه نص ساعه ثلاث ارباع ساعه، وبتطلعي تمشي لنص ساعه وترجعي تفرم على الافطار، بتكون ممتاز. حلو. طيب التوقيت الثاني خصوصي الاشخاص تعاني من مقاومة الانسولين، جدا مفيد هذا. جميل. ثاني وقت هو يعني بين الافطار، او نحن ما انا عندي اياهم قسمتهم بالطريقه، بيبدا عندنا الشوربه، بعدين ترتاح شوي، بتحب تقوم تصلي، تنتظر لصلاه التراويح، بعدين تقوم تاخذ الوجبه الرئيسيه. بهي الفتره الرياضه جدا ممتازه، بتكون لسه المعده خفيفه، بتكون
يعطيت سكر الجسم ليقدر يمارس الرياضة بنشاط، وترجع تاخذ الوجبة الكاملة الأساسية اللي بتحتوي على نسبة كبيرة من البروتين والكربوهيدرات والدهون الصحية. جميل، هذا التوقيت الثاني. التوقيت الثالث أستاذة روان؟ التوقيت الثالث هو الوقت اللي أنت خلصت من صلاة التراويح، خلصت من الأكل، خلصت من الوجبات الإفطار. بيجي هون عنا تقريبا في 4-5 ساعات او يمكن اكثر لوقت السحور، هون بتقدر تمارس الرياضة، خصوصي للاشخاص يلي عم بتحاول تكتل عندها الكتلة العضلية او تكبر الكتلة العضلية او تحافظ على الكتلة العضلية يلي جسمه، هذا الوقت كمان كثير ممتاز لهم. وممكن ينهو بالسحور بكوجبة كبيرة متكاملة يقدروا يحصلوا عليها بهذا الوقت. حلو. وحتسأليني الوقت الرابع. تمام. الوقت الرابع هو يلي في عالم انا ما بفضله، بس في اشخاص بتحب على حسب اخر شيء استاذه هلا في الموضوع بنركز عليه، انه انت كيف حياتك؟ هل انا شيء عم بقول لك يناسب حياتك؟ يمكن احكي لك على شيء بتقول لي انا هذا مو بيناسب حياتي، يمكن اعمل يوم ويومين وثلاثه بعدين ما اقدر. نرجع لموضوع الشيء اللي بيناسب حياتك تقدر تستمر فيه. اللي بيجي هو رابع نقطه هي قبل السحور او بعد السحور فورا، لاشخاص تاكل بتتسحر تاخذ وجبه تلعب للرياضه وبتنام. حلو. طيب مدة الرياضة المسموح فيها يعني ممكن تعطينا هيك شوي ولو دقائق معينة، مثلا توقيت معين، نص ساعة، ثلث ساعة، ولا هذا كمان أصلا بيعتمد على الهدف يلي عم يسعى من خلاله الشخص اللي عم يلعب رياضة؟ هلا في عنا، هي شخص بيلعب، في عنا رياضي، في عنا رياضي محترف، يعتمد على الحالة اللي احنا. نعم. أشخاص في رمضان قررت تبلش تلعب رياضة، طبعا ما تجري كثير على حالة أو تضغط على حالة زيادة، تحاول من 20 دقيقة مثلا مشي، تحاول مثلا تركض، تعمل كارديو على الخفيف، ما بيأثر من 20 دقيقة لنص ساعة. ممتاز. أما المتمرنين صار لهم فترة طويلة عم بيلعبوا رياضة، ممكن يرجعوا يمارسوا رياضة كانوا بيعملوها قبل، بس ممكن يخففوا من الأوزان أو يخففوا بتحدد الجيم. طيب استاذه رامي لنكون شوي منطقيين وصريحين وشفافين، هلا نحن بكورونا واصلا حظر، ما في حدا يقدر يطلع يمشي، وخاصه بالاوقات اللي ما بعد الافطار، بالبيت متاح بيقدر الشخص لحتى يهضم شوي او لحتى يكون يلي مثل الاشخاص اللي متعودين يمارسوا رياضه بالبيت بيقدروا يقوموا بهي العمليه، في حال ما كان عندهم ادوات رياضه ممكن مثلا يقوموا بعمليه جري معينه داخل البيت؟ استاذه هلا امبارح طلع القرار انه يصير التجديد اكثر بالقوانين وبالحظر. تماما. من امبارح كميه الاسئله اجتني بهذا الموضوع كانت مو طبيعيه. طبعا فينا نعمل رياضة البيت، القعدة بالبيت مو حجة نقعد ناكل أكثر ونزيد من السعرات الحرارية ونهمل بصحة جسمنا. والله صحيح. فينا نعمل أكثر من موضوع بهي الحالة، إنه الحركة فينا نطلع زي نمشي برا قبل الإفطار يكون متاح هذا الموضوع. ثاني شيء جوا البيت إذا عندك مدة على الأرض مات وزن الجسم كافي إنك تعمل كثير حركة، إنك تحرك كثير من الجسم وتحرك العضلات كمان. ممتاز. كمان المشي بالبيت، الرياضة بنفس المشي بنفس المكان، حبيت تستثمر بصحتك وتاخذ مثلا جهاز مشي على البيت، جهاز بسكليت على البيت، كمان بكون في كثير طرق. يلي بده عن جد يعمل رياضة ما في شيء حيقدر يوقفه بوشه. بالفعل هو التصميم بهذا الموضوع مهم للغاية بما يتعلق بممارسة الرياضة، وخاصة للأشخاص اللي هن صايمين أو مكعمين عندهم إحساس بالعطش والجوع يلي حيتراود على مشاعرهم وخواطرهم. أستاذة راما سرقنا الوقت صراحة بشكل كتير كبير وسريع للغاية، كلمة ختامية بدقيقة ممكن توجهيها للصائم اليوم أثناء أدائه ويعني ذهابه للإفطار؟ حابة أحكي لكل شخص عم يسمعك بهذا الموضوع إنه الصيام هي فرصة لألك لتفضل جسمك ولتهتم بجسمك. إذا بدك قيم كل شيء بتعرفه، كل شيء بتفكر فيه بالصيام من قبل، وبلش تفكر بطريقة جديدة، بطريقة إنه أنا عم صوم لأهتم بجسمي، أنا عم صوم لأن جسمي بحاجة هذا الصيام ليتعافى. ركز الموضوع كثير مهم، وقت السكر ما ينكتر من الأملاح و
الدهون والمخللات والاكل الطبخه نحاول ما ناخذها وقت ونسحور مشان ما يصير عطش. نعم وقبائل. نعم أستاذة راما ناصر، صراحة بنشكرك كثير على هالمعلومات المهمة، وبإذن الله حيكون لنا لقاءات أخرى معمقة أكثر وبالاستوديو بإذن الله تعالى. الأستاذة راما ناصر أخصائية التغذية المعتمدة، شكرا جزيلا لك على كل هالتوضيحات. شكرا كثير لك أستاذة هلا، وبنحكي رمضان كريم يا رب إن شاء الله علينا وعليك. شكرا لك. متابعينا وصلنا لختام فقرتنا الطبية لليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا فيها. هلأ صار الوقت لنطلع لفاصل دقة الساعة وبنرجع بعده لنكمل بفقرتنا، خليكم معنا. الثانية عشرة مساء بتوقيت حلويات السلطان في اسطنبول. منذ أكثر من ثلاثة عقود ونحن نكبر معكم يوماً بعد يوم، واليوم تزين منتجاتنا موائدكم في معظم دول العالم، وتستمر حلويات السلطان بعد دخولها لموسوعة جينيس بحصد جوائز التميز والإبداع عربياً وعالمياً، لتكون حلويات السلطان اسماً يليق بكم أينما كنتم حول العالم. نلبي طلباتكم أينما كنتم حول العالم. هاتف 0552-32-23-106. هل تفكر بجهة موثوقة تستلم عنك أعباء المعاملات في تركيا؟ شركة غرس الاستشارية تقدم لك خدماتها الاحترافية، نخبة من أمهر الاستشاريين والخبراء في كافة المجالات بخبرة تمتد لسنوات. ننجز كافة أنواع معاملات الإقامة في تركيا وندعمك في تأسيس شركتك وإطلاق نشاطك التجاري بوقت قياسي. وإن كنت تود الحصول على تأمين صحي في تركيا بأفضل الشروط، أو ترغب بإتمام معاملتك للجنسية التركية مقابل عقار أو استثمار، غرس الاستشارية في خدمتك. محاسبة قانونية، خدمات الترجمة المحلفة، استخراج أذون العمل وغير ذلك من الخدمات القانونية. شركة غرس الاستشارية، وجدنا لخدمتكم. نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بابتسامة جميلة، واستفد من عروض علاجك الطبية لزراعة الأسنان وعلاجها في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. تطبيق الطبيب يوفر لك الوقت ويبعدك عن زحام المدينة، فأينما كنت وبأي وقت تستطيع حجز موعدك مع طبيبك. تطبيق الطبيب هو الأمثل، حمله الآن. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سياراتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم.
طلعت شمس الضوء يا أهلا وسهلا، فنجان قهوة نسوي مع مسك بتحلى، نبدأ اليوم أمل جديد همتنا بتعلى، نمشي الدرب إيد بإيد مستقبل أحلى، مستقبل أحلى. جديد متابعينا بفقرتنا الثانية من برنامجكم معكم في رمضان، هذا البرنامج اللي رح يطلع عليكم كل يوم خلال شهر رمضان المبارك بإذن الله تعالى، لحتى نحكي مع بعض الشغلات يلي ممكن تواجهنا من الجوانب الصحية وحتى الجوانب الاجتماعية. فقرتنا الثانية كالعادة لها علاقة بالجوانب النفسية وأيضا الاجتماعية. اليوم حابين نسلط الضوء على موضوع له علاقة مباشرة بالصائم، وهي التحديات التي يمكن أن تواجه الصائم أثناء صيامه. وبالشق الثاني من حوارنا مع الأستاذة حتكون ضيفتنا أكيد الأستاذة إيمان الرفاعي، مسؤولة المرأة والطفل في منظمة عدل وأحسان. إن شاء الله تكون صارت جاهزة معنا الأستاذة إيمان. أستاذة إيمان يسعد لي أوقاتك. صباح الخير. كل عام وأنت بألف خير. وأنت بخير، رمضان كريم علينا وعليك يا رب، وإن شاء الله أيامك وطاعتك مقبولة بإذن الله تعالى إن شاء الله. الله يسلمك أستاذة إيمان. بالفعل نحن بالمقدمة عم نخبر المشاهدين والمتابعين عن أهمية الصيام وفوائده بالنسبة للجسم من الناحية الصحية، لكن إذا ذهبنا إلى موضوع يعني متعلق بهذا الموضوع الصيام بشكل أو بآخر، التحديات التي يمكن أن تواجه الصائم على الصعيد النفسي والناحية النفسية، هل ممكن أنه تلخصي لنا إياها؟ طبعا نحن عندنا سن 12 شهر 11 شهر من الروتين الكامل، كان غداء عشاء فطور الذهاب الى العمل الرجوع الى البيت. في عندنا شهر واحد هو الشهر الكريم لتغيير روتين الحياه، تغيير روتين السن خلال السن كلها، بالعكس هي حافز لتغيير الروتين بالبيت، هو تجميع العائله بوقت واحد. نلاحظ انه هلا اغلب العائلات إذا الشاب خارج البيت ما بيجي بيتغدى مع أهله، أو الأب خارج البيت ما بيجي يتغدى مع العائلة، هاي فرصة لتتجمع العائلة بوقت واحد. إضافة الجسم بحاجة لينضف، صوم وتصحب. صحيح. نحن بالعكس نستغل هالوقت للتقرب إلى الله، لنعمل نتقرب من الناس، نتقرب من العائلة، الأهل، بنحاول الاتصال فيهم، الاجتماع فيهم، بالعكس هو أنا حافز إيجابي لكل عائلة. إذا أستاذة إيمان كأنه أنت عم تركزين على الجوانب الإيجابية بالفعل يلي شهر رمضان المبارك عم يكون حاملها، هي تجلياته يلي إجباري بتنعكس علينا وعلى أرواحنا مثل ما ذكرت وعاداتنا الاجتماعية. لكن إذا بدنا نرجع نركز على النقطة، هي المشاكل أو الصعوبات وخاصة التي ممكن أن يعترض طريق الصائم فيما يتعلق إذا كان عنده ضغط عمل، ضغط دراسة، مشاغل أخرى، كيف ممكن انه يتجاوزها الصائم بهذا المجال؟ طبعا اول شيء الصيام هو للعباده ولا فرص، في حال في كان عمل بقوم فيه او دراسي المفروض تنظيم وقته، وقت بتنظم الوقت ما في شيء صعب. جميل. وقت بنبدا احنا بنبدا بالاولويات، وقت بنبدا بالاولويات اليوميه بننهيها. طبعا بالعكس الصيام هو تنظيم الوقت اكثر من اي ايام مضيت، أيام مضت. طبعاً يكون الوقت متاح للدراسة، بحيث أنه ممكن بعد ما يفطر الشاب يبدأ بالدراسة، فترة النهار هو الراحة، فترة إعطاء الدروس هي الراحة. يعني شلون يعني مثلاً في مثلاً امبارح كان في أطفال عم أشوفها، هي كانت صايمة راحت الساعة 8 على المدرسة، طبعا هدول من الاطفال اللي عم يدعموا بالمدرسه، رجعوا قلت لهم شو تعبانين؟ قال لا ما تعبنا، لان نحن منظمين وقت المساء، ناموا ساعات كافيه من النوم، فراحوا على المدرسه، رجعوا على البيت ارتاحوا ساعتين، وبعد
طلعوا يلعبوا رياضة. جميل ما شاء الله. يلعبوا رياضة يعني تنظيم الوقت والأولويات هي أهم شيء. جميل أستاذ إمام، بالفعل من عمود تيسير الأمور يعني الحياة تمشي بشكل سلس وبسيط وسهل هو مسألة اللي ذكرت ركزت عليها وهي مسألة تنظيم الوقت. إذا بدنا ننتقل للجانب الآخر وهو الأطفال، مثل ما ذكرتي حضرتك من شوي كنت عم تقولي إنه الأطفال متحمسين لموضوع الصيام وهن بأعمار صغيرة قادرين على إنه ينظموا وقتهم، لكن في بعض الأوقات ممكن الطفل نلاقي عم يتهرب من موضوع الصيام، أو حتى نحن ما قادرين نفهمه موضوع الصيام بشكل يحببه فيه. نحن شو بتنصحي بهالحالة الأهالي كيف ممكن يبسطوا لهم موضوع الصيام لحتى يقدر الطفل بالفعل يكون حابب هذا الجو ليعيشه وهو عم يستشعر بشكل أو بآخر هذا الجو الرمضاني والطقس الروحاني؟ المفروض قبل رمضان نبدأ نهيئ الأطفال، نبدأ نحكي لهم. ممكن أنا أحكي لهم قصة أنه أنا كنت صغيرة، كيف كنت صوم، كيف كنت صلي، أحكي لهم كيف كنا تجتمع العيلة، قل لهم مثلا قل لهم هلأ أنتوا لكم خبر بتنتبهوا حالكم إنه نحن مننام ما بناكل، معناته أنتوا صمتوا خلال الليل. حلو حلو. مثلا فطر الطفل فرضا، منحاول نعمل مساحة بين الإفطار وبين الغداء، نقول لهم هاي الفترة مثلا 6 ساعات 5 ساعات هاي تعد صيام، معناتها أنتوا صمتوا، شو رأيكم نحن نجرب الصيام مع بعضنا؟ طبعا قبل شهر رمضان نهيئ الطفل. مثلا ممكن نحن بعد قبل رمضان نصوم فرضا ساعتين، أنت صمت ساعتين برافو عليك، نعطيهم حافز، ممكن الحافز يكون مادي ممكن يكون معنوي، بعدها ممكن 4 ساعات. طبعا نحن لازم نراعي عمر الطفل. صراحة هذا السؤال اللي كنت حابة أسألك يا أستاذة إيمان، نحن يعني شرعا أو من الناحية الدينية الطفل بس يصير عمره 7 سنين هو انفرض عليه الصيام، جسديا كيف يمكن أن يصبح الطفل بالفعل قادر على الصيام وهو بهذا العمر؟ طبعا لا، ما مفروض الصيام بال7 سنين، 7 سنين مندرب الطفل على الصيام. جميل. مندرب الطفل على الصيام، ممكن مثلا بداية أول يوم مثلا 3 ساعات، ثاني يوم فرضا 6 ساعات للظهر، ثالث يوم لصلاة العصر نهيئه للصيام. في حال لقينا بنيته قوية ممكن يصوم اليوم، أما بال7 سنين لا، ما نو مفروض عليه الصيام. بال10 سنين منبلش نهيئه للصيام للبلوغ. لبلوغ الطفل المفروض يبدأ بالصيام. ممتاز. إذن هي مرحلة البلوغ هي المرحلة الفاصلة وهي المرحلة التي إذا بدنا نحكي بمرحلة الحساب والأجر والثواب والعقاب، هي المرحلة التي بالفعل تحدد يعني فرض الصيام على الأطفال. طيب أستاذة إيمان، بما يتعلق بموضوع الأطفال، يعني نحن بنشوف أنه في كثير من الشرائح من الأطفال بالفعل بتلاقيهم متحمسين، وشق آخر من الأطفال رافضين كليا لفكرة أنه هن يصوموا. الأهل هون ذكرتي جانب أنه جانب التهيئة أو التحفيز، جوانب أخرى ممكن يستعين فيها الأهالي في حال رفض الطفل عملية الصيام وتقبله للصيام لفترات أطول خلينا نحكي؟ أهم شيء أنه الأهل ما تفرض على الطفل الصيام. جميل. المفروض تخليه على حسب طبيعته مشان ما يتعود الكذب، يعني ممكن يقول صايم ويروح ياكل. نحن لازم نعوده إذا صمت الله اللي بيشوفك، ما نحن اللي بنعطيك، نحن منحك، نحن بنعطيك هدية، ممكن نحن نعطي مبلغ مالي. الشغلة الثانية ممكن نحن لتشجيع الصيام مثلا مصروف اليومي، نزيد المصروف اليومي بقليل لحتى يتعود الطفل انه اذا صام رح يكون له جائزة، بنفس الوقت للتعود لعطاء الغير الفقير. جميل جميل هذا الكلام. تفضلي. طبعا الطفل في حال كان صايم وطلب من اهله انه بده يفطر، ما يوبخوه ولا يقولوا لا ما بصير تفطر، لا خلوه يفطر وخليه ياكل. بس من الشغلات المفروض الاهل ان تنتبه للطفله انه في حال الطفل كان
كان صايم، الطفل حاجي ممكن يجوع، اذا شاف ريحه اكل، شاف طعام امامه بده ياكل. وبهالحاله المفروض الاهل طلب الاكل ياكل، بس لنبعد هذه الحاله المفروض ما نحاول يكون في اكل قدام الطفل، ما نحاول يكون مثلا له اخ صغير الام بدها تطعميه، يجي مثلا الام تجي اخوه الصغير تطعميه قدام اخوه الصائم، هاي المفروض تراعي الام حاله الطفل الصائم. طيب اذا نحن بدنا ننتقل يعني نتعمق اكثر بجانب الطفل هو بحد ذاته، هناك الكثير من المشاعر التي يمكن ان تختلط داخل الطفل، مثل ما قلتي ممكن يشتهي الاكل، يشم ريحه طعام معين، يشتهي ياكله، يمكن يكون عطش بالفعل وهو بحاجه للشراب او الماء في هي الحاله. رح نتعرف على تفاصيل اكثر استاذه ايمان، ورح نتناقش اكثر نتعمق بهذا الجانب، انه كثير بالفعل من الاشخاص عم يسمعونا حاليا وعندهم اطفال، لكن متابعينا رح نطلع على فاصل اعلاني قصير وبنرجع فورا لنكمل فيه، خليكم معنا. هل تفكر بجهة موثوقة تستلم عنك أعباء المعاملات في تركيا؟ شركة غرس الاستشارية تقدم لك خدماتها الاحترافية، نخبة من أمهر الاستشاريين والخبراء في كافة المجالات بخبرة تمتد لسنوات، ننجز كافة أنواع معاملات الإقامة في تركيا وندعمك في تأسيس شركتك وإطلاق نشاطك التجاري بوقت قياسي. وإن كنت تود الحصول على تأمين صحي في تركيا بأفضل الشروط، أو ترغب بإتمام معاملتك للجنسية التركية مقابل عقار أو استثمار، غرس الاستشارية في خدمتك. محاسبة قانونية، خدمات الترجمة المحلفة، استخراج أذون العمل وغير ذلك من الخدمات القانونية. شركة غرس الاستشارية، وجدنا لخدمتكم. نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بابتسامة جميلة، واستفد من عروض علاجك الطبية لزراعة الأسنان وعلاجها في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. تطبيق الطبيب يوفر لك الوقت ويبعدك عن زحام المدينة، فأينما كنت وبأي وقت تستطيع حجز موعدك مع طبيبك. تطبيق الطبيب هو الأمثل، حمله الآن. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. رمضان الخير
ورد الفاح بعطره إذا عدنا فيكم عم تحلى حياكم ربي وبياكم أهلا بالكل ويا سلام انتو مية هالبستان عودة عن جديد متابعينا بفقرتنا الأخيرة من برنامج معكم في رمضان. أكيد الأستاذة إيمان معنا على الهواء. يسعد لي أوقاتك أستاذة إيمان. أهلين يا هلا. الله يسعدك أستاذة إيمان. قبل الفاصل حكينا عن موضوع أنه قديش لازم نحن بالفعل نراعي مشاعر الأطفال وخاصة خلال رغبتهم أي نوع من أنواع الأكل أو الشراب. طيب إذا بدنا ننتقل لجانب آخر وهو القيم التي يمكن أن يحصل عليها الأطفال من خلال تعويدهم التدريجي على الصيام أو تعويدهم بشكل كامل لصيامهم بشكل يوم كامل، ما هي هذه أبرز هاي القيم؟ طبعا أهم شيء القيم هي التسامح والحب بين هني. مثلا في حال طفل كان يتخانق مع رفقاته نعودهم لصالح رفيقه وما بصير انه يخاصم حدا. الشغله الثانيه اللي ننتبه انه الفقراء، انه نحن شايف مثلا الطفل عم يجوع نحسسه، شفت الاطفال اللي بنشوفها اللي ما عندها اكل اللي ما عندها، خاصه هلا بظروف الحرب الموجوده عندنا، الطفل عم يكبر قبل اوانه وعم يعرف الاحداث شو عم بتصير، يعني عم يهتم جدا بالاطفال اللي بالداخل السوري كثير. هذا الموضوع بنحسسهم بالجوع، انه شايف نحن عم ناكل، تحمد ربك، نحن نشكر ربنا على النعمه الموجوده عندنا. في اطفال ما عندها اكل تاكل، طبعا بهيك بحس بشعور الفقير او اللي ما عنده اكل ياكل. ايضا الى التقرب الى الله، انه الله بيكون قريب منك اكثر وقت بتكون صايم. ادعي لربك شو بدك انت، شو بتتمنى من ربك، ادعي لربك لانه الله راح يستجاب. وننبهن على شغلي انه في ابواب، في الجنة ابواب، من هالابواب هو باب الريان، نحكي لهم مثل قصة للأطفال، هذا باب الريان اللي بيصوم. انت بجوز انت اذا كنت كبرت وضليت عم تصوم انه تدخل على باب من هالباب هو باب الريان. في عندنا نعم. في بدي احكي لك انه نحن كمنظمة نعم. عدل واحسان، طبعا رمضان مضى كان في ما في ابدا خروج من البيت، قاعده بالبيت، ما في صحيح بسبب كورونا اي شيء يعملوه الاطفال. نعم بسبب كورونا. طبعا نحن لتحفيز الطفل ليصوم ويؤدي واجبه اليومي كان عملنا من خلال النت عن بعد. بعد رمضان والعيد كان اللقاء مع الاطفال مع 100 طفل. الطفل اللي صاموا قران، عفوا اللي صاموا رمضان، اللي حفظوا قران، اللي حفظوا احاديث، كرمناهم ماديا. تصور مثلا الطفل جاي معه اخواته الاصغر منه اللي ما صاموا او اللي ما لسه ما بيعرفوا، مباشره صاروا يحفظوا ايام يجي رمضان اللي بعده لا تعملوا لنا هالتكريم. جميل استاذه ايمان، تحفيز للطفل بالفعل بالفعل جدا يعني. نعم هنن طرق متعددة، وبمنظمة عدل وإحسان ما شاء الله كانت يعني عم تقولي مميزة بهذا الجانب. أنا يعني وصل داهمنا الوقت صراحة ووصلنا لختام فقرتنا أستاذة إيمان الرفاعي. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر مسؤولة المرأة والطفل في منظمة عدل وإحسان، شكرا جزيلا لك على كل هالتوضيحات والتفاصيل الجميلة اللي ممكن بالفعل تساعد الأهالي والأطفال على تحفيزهم للصيام شهر رمضان. شكرا جزيلا لك. أهلين أهلين أهلا وسهلا فيك أستاذ إيمان. طبعا متابعينا نحن مع هي الكلمات الجميلة من الأستاذ إيمان وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامج معكم في رمضان. إن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا من النصائح اللي قدمناها في فقرتنا الأولى المتعلقة بفوائد الصيام الصحية، وفقرتنا الثانية الجوانب النفسية وكيف نشجع أطفالنا على الصيام. لاقونا إن شاء الله بكرة بنفس التوقيت. كنت معكم أنا هلا الملاح، إلى اللقاء. بالهم بنطلب